أحد السلف كان بيقول كلمة قوية قوي، كان يقول: من لم يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم أو ملبس أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. يعني بيقول اللي مش شايف إن ربنا أنعم عليه إلا بأكلة جميلة ولبس جميل وذرية جميلة بس، يبقى دوت معرض للعذاب. ليه؟ ده كده كويس. ليه؟ لأنه نسى إن عينه اللي بيشوف بيها الأكل، إيده اللي لمس بيها الأكل، صحته اللي ربنا أنعم عليه بيها نعم كتير جدا، أغلى بكتير من الحاجات اللي هي نعم شكرها، لكن نسي يشكر اللي أهم وأغلى منها. قد إيه ربنا ليه نعم علينا لا تشكر. السلام عليكم. لما نتكلم في موضوع الشكر، للأسف في ناس عندها قصور نظر قوي في موضوع الشكر، مش بنعرف نشكر ربنا صح، رغم ان احنا عارفين الشكر، بس لما بنيجي نطبقه بنطبقه على حاجات محدودة جدا. يعني لو قلت لك مثلا ايه نعم ربنا عليك، هيجي في بالك مثلا الذرية، لما ربنا رزقك بالولد، لما ربنا ادالك منصب معين في شركتك، لما جالك فلوس كويسة، أكلة كويسة، رحلة كويسة، هتفتكر الحاجات المفاجأة اللي هي مش متجددة. وده للأسف بيخلي عبادتنا اللي هي الشكر دايما فيها قصور، رغم ان انا تقول انا بشكر. للأسف انت شكرت حاجات قليلة قوي قوي قوي، اهم منها بكتير، اهم منها بكتير واقوى منها بكتير نسيت تشكره. عارف ليه؟ لان الانسان مش متعود يشوف الحاجة الدائمة، انما بيشوف الحاجة المتجددة، لكن لا يرى هذه النعمة العظيمة كالبصر، السمع، الصحة، الإسلام، الهداية، راحة البال، القرآن. شكرت نعمة القرآن؟ اللغة العربية اللي انت بتتكلمها، هذه نعمة. السكينة، راحة البال، دخول الخلاء نفسه نعمة، النوم نفسه نعمة. كم من نعمة؟ إنزال الكتب، إرسال الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، نعمة عظيمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. كم مرة بنشكر النعم ديت رغم ان هي موجودة معانا كل يوم؟ لو اتحرمت من نعمة البصر هتدفع كام عشانها؟ تعرف علشان واحد يعمل عملية في الكلية او كده بيدفع كام؟ ممكن يدفع 1,000,000 جنيه علشان فص واحد. انت علشان تعمل عملية قلب مفتوح او علشان تعمل تغيير شرايين، تعرف قد ايه انت ماشي بنعم عملك كله ما يكفيش شكرها. اقرأ في قول الله تعالى: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. شكرت نعمة انزال الكتاب؟ اقرأ قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. شكرت نعمة ان ربنا سخر لك السماوات والأرض؟ اقرأ قوله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. شكرت نعمة ان ربنا بيسر لك النوم دوت؟ للأسف كتير منا لا يرى نعمة لله تعالى عليه الا زي ما قلنا في مأكل او مشرب او ملبس، رغم نعم ربنا علينا كتير قوي 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 قوي. عشان كده مش غريب ان ربنا يقول: وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. محتاجين ان احنا نجدد علاقتنا بالشكر ونجدد علاقتنا بالنعم اللي هي تعودنا عليها. لما نشكرها باذن الله ربنا يبارك لنا فيها وما يحرمناش منها ابدا، وربنا يبارك لنا ويبارك لكم. مهم جدا الحلقه دي تتابعونا. ازمه كورونا الاخرانيه اثبتت لنا او اظهرت لنا حاجات كتير جدا احنا كنا عايشين على انها حاجه عاديه، ده حقنا، ونكتشف في الحقيقه ان هي كانت نعم من ربنا سبحانه وتعالى، لكن احنا كناش بنشكرها. اول مره بعد ازمه كورونا دي افهم بجد قول النبي عليه الصلاه والسلام: من اصبح امنا في سربه. امنا في سربه، احنا كل يوم بنقوم خايفين على نفسنا وعلى اولادنا، خايف تسلم على صاحبك، خايف تسلم على ابوك، خايف تلمس الاسانسير،
من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه. كل واحد فينا يعطس عطسة يقلق، ابنه يسخن يقلق، معافا في بدنه عنده قوت يومه. في ناس يومياتها وقفت، مصانعها وقفت، محلاتها قفلت، العمال اليومية حالهم اتدهور. ان يكون عندك كل يوم اكل دي طلعت نعمة كبيرة قوي، مش محتاج احوش، ده لو عندي يوم بيوم دي نعمة كبيرة قوي. نعمة ان انت بتصلي في المسجد، شكرتها قبل كده؟ نعمة انك بتروحي حلقات القرآن، شكرت النعمة ديت؟ نعمة انك انت بتروح تزور اهلك عادي من غير ما تبقى خايف على نفسك ولا خايف عليهم. نعمة ان انت بتبوس ايد امك وتبوس ايد ابوك دلوقتي مش قادر تعملها لان انت خايف عليهم. نعمة انك انت بتقابل اصحابك عادي. نعمة انك انت بتفطر مع حبايبك في رمضان عادي. نعمة انك تصلي التراويح. نعمة انك تعتكف في مسجد. شكرنا النعم دي، دي كانت نعم لكن احنا حسناش بيها ولا عرفناها الا لما اتحرمنا منها. تخيل يا مؤمن ان طلع ان الناس تتجمع في مسجد وتصلي عليك لما تموت دي نعمة. انك تلاقي حد يرضى يغسلك طلعت نعمة. ان الناس تدفنك وتبقى متجمعة حوالين دفنك مش خايفين من جثتك طلعت نعمة. نعم كتير مش بنشكرها، ويمكن يكون اتحرمنا منها بسبب قلة شكرنا ليها. ايه رأيك نبدأ نجدد الشكر لكل الحاجات ديت؟ ربنا يرجعها لنا تاني. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أحد السلف كان بيقول كلمة أنا فهمتها فعلا، كان يقول قيدوا النعم بالشكر، كأن النعم دي هتهرب منك هتجري منك وانت رابطها. طب اربطها بيه عشان ما تجريش مني؟ قيدوا النعم بالشكر، قيدوا النعم بالشكر. لو شكرنا ربنا يرجع لنا النعم دي تاني ويحافظ لنا عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد إلينا هذه النعم وأن يجعلنا من الشاكرين. اللهم أمين. السلام عليكم.